السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شو تي في، حنا كنتوازلوا بين واحد لحد سوالم الحاله ديال واحد السيد. هذا السيد مسكين كبير في العمر، شحال من العام تقريبا دابا؟ عندي 67 67 سنه تبارك الله، 67 سنه ومسك... لا مراق لا وليدات لا والو، وعايش غير لا محل لا محل لا سكنه حتى حاجه، عايش غير واحد السيد مسكين جا عطى واحد الكوري ساكن فيه مستور فيه على الشتا. اليوم غادي يعاود لنا اسلو قليل. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم سيدي. عاود لي انت من البلاصه، البلاصه سميتها البلاصه؟ دكالي، انا من دكاله من اقليم جديده. ايوه جيتي هنا؟ الله يبارك فيه المحسنين. الله جيتي هنا؟ جيت ولدت هنا. ايوه في ساكن دابا هنا؟ في ساكن في واحد الكوري هنا على لقمه العيش، على لقمه العيش. مشيت عند واحد في طماريش على لقمه العيش، بركت عند واحد هو في السوالم تا هو، بركت عند هكا الهجي في السوالم تا هو، بركت عند زوج سيمانات. اخويت المحيل وجيت والله العظيم المحيل، دوكا باغي يطيح لي واحد النوبه، هربت شويه مطاع عليا. والله يرحم الوالدين المحسنين اللي معاونوني في سبيل الله. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. انا كنيتي سفيري محمد لوها من رحاحله، سميتي لوها من رحاحله، دوار رحاحله اقليم جديده حدا بير بابوش. ايه خليك خليك اسد اسد. اليوم جيتي هنا؟ جيت هنا على لقمه العيش، على لقمه العيش. ما كاين لا فلوس لا والو، خدمه. عندي امراض عقليه، عندي العصب، عندي الطنسيو طالعه ب 22. يا بغيت محسنين يعاونوني على واحد العوينه والساكن اللي جاب الله منكم. الله يبارك فيكم، الله يطول لي عمركم المحسنين. العوينه ديالك هي فيها الجلاله. عوينه ديالي فيها الجلاله، وعوينه غتمشي، عوينه هي حسيت فيها ما ثلاث شوف شوف ديالها قل. يا بغيت شي طبيب يعالج لي عوينه وانا البارك كنت في المسيره الخضراء، كنت مع سيدنا جلاله الملك الحسن الثاني الله يرحمه. كنت جاهدنا على الصحراء هذيك بلادنا، هذيك الحمد لله هذيك بلادنا جاهدنا عليها الحمد لله، هذيك بلادنا جاهد عليها. زدنا بالمغرب اخر الحمد لله الحمد لله. وبغينا المحسنين يعاونوني الله يرحم الوالدين. عندي العصب، عندي امراض عقليه، عندي طنسيو، عندي مرض جيب. جيب هو اللي عندي مرض جيب. والله كون عندي الفلوس والله ما نطمع فيكم، ما نعول كاع عليكم والله العظيم. كون ما عندي كون عندي الفلوس والله ما كاين نوبه اللي نجبر ما ناكل، كاين نوبه اللي نجبر ما ناكل في محالي ونهرب والله العظيم. ما نجبر ما ناكل لا لقمه العيش دي عليها صافي. اللي خلاك لا وليدات لا والو؟ هذا هو الفقر اللي خلاني لا ولاد لا بنات لا محل لا سكن مقود لا والو، لا بهيم لا غلم لا دجاج لا والو. هاد الناس اللي كتخدم عندهم كتخلص غير باش تاكل؟ غير باش ناكل، غير باش ناكل. ما كاين يروف عليا بشي حاجه قيم الدواء ولا شي حاجه وصافي. هادشي اللي كاين هو هذا. دابا انت النداء للمحسنين باش يتعاونوا معاك ياك؟ والله يعملهم ويديروا فينا حسنه، يديروا فينا خير واجر، اجر المحسنين، اجر المحسنين، اجر اجر. اللي بغى يشارك معنا في الاجر الله يرحم ليه الوالدين، الله يثبت حسنته، الله يكثر خيره. حاولتي تمشي عند شي طبيب تسول ولا مشيتيش؟ مشينا على الطب، مشيت على الطبيب في الجديده ما دار معايا والو، طبعت رامي، راميد وافيه، لا كارت وافيه ناسيونال. ما تليتش باش نعالج راسي والو، لا كارت ناسيونال وافيه، راميد وافيه، كارت معاق وافيه. عندي امراض عقليه، اليوم مشيت شديت الفانيد من السبيطار ديال الامراض العقليه، وشدي الدول ديال العصب. يا بغيت من يعاوني على العوينه وعلى الفقر، على الفقر، الفقر. الحاله ضعيفه الموجود الله والله العظيم، لكن النوبه اللي ما نجبر ما ناكل في محالي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يكثر خيركم المحسنين، الله يعملكم لنا خير خير، الله يعملكم لنا خير، ديروا الخير الله يسهل عليكم، الله يعاونكم، الله يعاونكم بالاجر. بغينا لكم الاجر، يثبت لكم الاجر ان شاء الله معنا ومع غيرنا ان شاء الله، ان شاء الله. بغينا نتمنوا لكم، نتمنوا من عندكم الاجر، ديروا فينا خير لوجه الله، الله يرحم الوالدين. طلبناكم الله يرحم لكم الوالدين، طلبناكم على باش توجهونا توجهونا لشي سبيطار. عندك شي عائله في دكاله؟ عندي العائله في دكاله، عندي في طاليان، عندي في فرنسا، عندي خوتي في الدار البيضاء. والو ما كاينش اللي يحن عليا. سولوا فوق انا اسال، انا اسال، انا اسال. ما يسولوا فوق ما كيسولوا فوق. والو تقول لا عيد لا عواشر لا والو. دعم كورونا ما شديتوش، شحال من دعم ما شديتوش، ما شديتش الدعم، الدعم ديال كورونا ما شديتش، ما شديت من ضمان اجتماعي ما والو، ما كاين شي محسن عاوننا والو، الموجود الله. وانا باقي واحد العوينه عماني من الله، ولا كان باقي نشوف واحد العوينه، نحمد الله ونشكره بعد خلي لي مولانا عوينه بعد نشوف فيها. وتيارة بدات تمشي، عوينه اليمنى مشات والله يسرها هي بدات تمشي، الله يرحم الوالدين. عطيني شي رقم ديال التليفون ديالك. ها؟ رقم ديال التليفون ديالك شحال؟ رقم 0667 0936 66 عاود عاود 0667 09 66 34 عاود غير بشويه 06 0667 09 66 34
والله يرحم والدينا المحسنين، الله يرحم والدينا يعاونونا في سبيل الله. هذا بس دبلي فيها انت دابا سميت هذه البلاصه هنا. هذا حد السوالم هذا. هذا حد السوالم. هذا حد السوالم. عمل وحيد لحد السوالم. انا وحيد لحد السوالم. الرسالة ديالك اللي بغات توصل هي باش دواء، باش دواء عينيك. باش دواء عينيك وتمر تجيب نطمع على الله شي حد يعاوننا في سبيل الله. وحيد ديالك خليتيه خويتي خويته راه كان غادي يريب عليا هربت واحد الليله والله كان هربت والله تم شقوق والله تم شقوق. فيه في السوالم ولا فيه؟ ها؟ فيه دكاله في جديده. خليتيه وزتيه. اه وما كاينش اللي يعتقد تما في دكاله والو. اه اللي مشيت عندو يعطيك خبوز شي سكايكر وشريتي والمحل خاوي ما فيه لا زراع لا دقيق لا والو لا حتى ما فيه والو خاوي وباغي يطيح عليا من الفوق خايف يطيح عليا كي نوبه اللي نهرب كي نوبه تطيح عليا حجر نهرب. والله الله يوفقنا المحسنين الله يوفقكم الخير الله يعاونكم. عاود لي الشريف عاود لي الرقم 06 67 09 66 34 06 67 09 34 كيف كتبوا معايا تبع قناة سوتي والرقم هو 06 67 09 66 34 نتمنى ان شاء الله المحسنين المحسنين يتعاونوا معاه الحالة انتم كتشوفوا الحالة مشكلة لا حول ولا قوة الا بالله كيف قال لكم راه الحالة انتم كتشوفوا راه خدام غير باش ياكل كيخدم ما كيتخلص ما والو اه خدام باش ياكل فهمتي شو الحالة ديالي كي دايرة شو الحالة ديالي كي دايرة 67 سنة لا وليدات لا والو لا حالة مدنية لا لاكارت ناسيونال لا رامي كتمشي للسبيطا باش تاخدو ياك اه انا كارت ديال المسيرة كارت معاق ها هي تا هي هراميد كاينه ديال الجلبه الورقه ديال الجلبه الجلبه اه ما عليكش اه كلشي هاد الوثائق ديالي اه لا مزيان لاكارت وافيه راميد وافيه كارت معاق وافيه ايوا كاينه باللي ما نجبر ما ناكل كاينه باللي ما نجبر باش نركب كاينه باللي نكون في المحل ما نجبر ما ناكل طيب بريريد ونوض عاد ندي على الدواور اللي يعطيني خبيز عمر الحم دكتوك عمر الحم دكتوك في البلاد ربعه وخا نبرك ربع شهر تما ما ندوكش الحم تنجي هنا للسوالم عاد يعطيوني الحلوى داك الشيء اللي قسم الله كيف خصو معايا متبع قناة تو تي في نتمنوا من خوتنا المسلمين المحسنين الله يجزيكم بخير حاولوا تعاونوا مع هذا السيد هذا الحالة ديال السوها الرقم راه كيظهر على الشاشة الرقم الاتصال هو مكتوب على الشاشة شكرا اخويا ولا اختي اللي كتبت هذا الرقم كنشكركم هذا هو الرقم ديالو شكرا لكم والى اللقاء في بث مباشر ان شاء الله شكرا لكم اسمح لي الله يعاونك الله يبارك فيك مسامح سيدي كما كتشوفوا مشكل الحالة ديالو الحالة ديالو لا حول ولا قوة الا بالله راه ساكن غير في واحد الخلا هنا في واحد الكوري ترجل مشكل كيعرس بها الرجل ديالو حتى هي كيعرس بها